كشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عن وجود توافق نهائي حول مسودة اتفاق بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار والالتزامات المتبادلة في هذا الجانب. أوضح المخلافي أن التجربة ستبدأ من تعز ثم تمتد إلى كل المحافظات. وكان وزير الخارجية اليمني أكد في وقت سابق أن الحكومة اليمنية لن تقبل أي شروط للحوثيين خلال مفاوضات الكويت التي توقع أن تمتد أسبوعا على الأقل. أما ميدانيا فوصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية النهم شرق صنعاء معززة بأسلحة ثقيلة ومتطورة، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لمعركة استعادة صنعاء في حال فشلت محادثات الكويت. عبر الهاتف مباشرة من عدن ينضم لنا الدكتور علي الخلاقي الخبير السياسي والعسكري. دكتور علي مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن مسودة اتفاق نهائي حول وقف إطلاق النار في اليمن والتحضيرات لمحادثات الكويت، برأيك ما مدى إمكانية التزام ميليشيات الحوثي بهذا الاتفاق؟ شكرا لكم. وفي تقديري أن نهاية أي أحداث عسكرية وحروب تعرضت لها اليمن بفعل هذه الميليشيات الانقلابية لا بد أن تنتهي إما بمفاوضات سياسية أو بالحسم العسكري. والرؤية الآن لمؤتمر للقاء الكويت أو مشاورات الكويت تختلف بين طرف وآخر. الحوثيون في تقديري يذهبون وهم يريدون أن يكونون قوة على الأرض أكبر من حجمها، وأن قبولهم قد جاء ربما لاعتبارات أولا الهزائم المتلاحقة التي منيت بها قواتهم وانحصارهم الآن في مناطق محددة، وثانيا انقطاع المدد العسكري الذي كان يصل إليهم من إيران، خاصة مع تشديد الرقابة على الطرق البحرية واكتشاف هذه السفن المتتالية التي كانوا يعولون على أن تمدهم بالأسلحة لاستمرار المواجهة. ولذلك لا بد من التنبه، لأن هؤلاء قد جربناهم في محادثات وفي لقاءات سابقة وفي هدن سابقة بأنهم يعززون مواقعهم على الأرض ويستفيدون من أي هدنة ليثبتوا في مناطق تواجدهم بل واكتساب مناطق جديدة، وهذا ما رأيناه الآن في محيط تعز. طيب يعني هناك احتمال أنه ان يتم يعني خرق هذا الاتفاق ايضا، لكن عسكريا على الارض كيف يبدو المشهد بالتحديد؟ قوات الشرعيه اين تقدمت؟ مثلا الحوثيون ما الذي لا يزال بين ايديهم؟ ما الذي يعطيهم هذه القوه ربما حتى على امكانيه خرق الاتفاق؟ للاسف نقولها بكل وضوح ان المعارك في محيط صنعاء ما زالت على رتابتها رغم تعويل الكثير على ان تعيين الجنرال علي محسن الاحمر قد يغير الموازين، ولكن لم نشهد حتى الان اي تقدم ملموس في هذه الجبهات، بل شهدنا انتكاسه على مشارف تعز في الجبهه الغربيه وفي الوازعيه، ولكن مع ذلك لا بد من الاستعداد العسكري لمثل هذه المفاوضات بتعزيز قوات الشرعيه والمقاومه الشعبيه، وبدون ذلك فان الضغط سيستمر من قبل هذه الميليشيات. طيب. وهذا عهدها، ولن نعول على انهم سيقبلون بتنفيذ القرار الدولي بحذافيره. طيب دكتور علي، يعني في هذا الصدد يعني بحسب الانباء فعلا هناك تعزيزات عسكريه وصلت اذا الى محيط صنعاء، لكن دكتور علي اذا ما نظرنا بنظره تفاؤليه ربما واعتبرنا بانه ممكن ان يتم الالتزام بهذا الاتفاق وقف اطلاق النار وان تجري محادثات الكويت التي ستكون وفقا للقرار الدولي 2216 يعني بشكل ناجح، كيف سيكون هذا الحل السياسي؟ ما التصور الذي وضع لحل سياسي بين كل اطراف اليمن الان؟ هذا ما نأمله ويأمله كل المتابعون والمراقبون في أن تضع هذه الحرب أوزارها وأن تعود الأمور إلى طبيعتها وأن يعود الحوثيين وميليشياتهم إلى حجمهم الحقيقي ويتركوا سلاح الدولة ويعودوا لممارسة الحياة السياسية. في تقديري أن الكويت هي محطة هامة
لكنها ليست نهائية ليمن ما بعد العاصفة، فهناك قضية محورية هي أساس هذا الصراع الذي أدى إلى هذه التطورات، وهي القضية الجنوبية التي يناضل من أجلها شعب الجنوب منذ 2007، ولا بد أن يكون له تواجده في أي مشاريع قادمة، وليس فقط أولئك القلة من الحوثيين الذين لا يمثلون في إجمال السكان الشمال فقط لوحده الأربعة كليان، يعني نعم دكتور، عن شعب كامل لابد أن تكون هذه القضية هي أساس في أي مشاورات نعم بعد الكويت، وليس في مشاورات الكويت المحصورة بتنفيذ القرار الأممي وبما تم الاتفاق عليه، وبدون ذلك نعم ستظل اليمن في صراع وصراع. نعم دكتور علي، نعم أشكرك على هذه المداخلة معنا وأعتذر للمقاطعة. دكتور علي الخلاقي الخبير السياسي والعسكري كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من عدن، شكرا لك.